كابتن ضياء الزعيم معانا على التليفون. كابتن ضياء السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ محمد، ازي حضرتك يا فندم؟ الله يكرمك يا كابتن. عايز اعرف في البدايه، يعني المهمه صعبه، سوهاج كان بينافس، سوهاج كان ماشي قريب قوي من الاسيوطي، بعد، قادر ان في الفتره اللي جايه ان حضرتك تلم الامور بشكل جيد؟ والله ان شاء الله استاذ محمد. احنا طبعا ابناء نادي سوهاج الرياضي، واحنا اسم نادي سوهاج الرياضي اسم عريق بالنسبه لمجموعه الصعيد. اكتر من سنه بننافس وبنوصل للمباريات الفاينل والسيمي فاينل وما بيحصلش توفيق. ان النهارده الفريق ان شاء الله نكمل المشوار اللي عمله الجهاز الفني، اصدقائنا زملاتنا ابناء سوهاج ان شاء الله، ما هو كان معاهم سوء توفيق، ان شاء الله يمكن التوفيق يبقى معانا ان شاء الله. هننظم العمل، معانا جهاز محترم كانوا لاعبين في ابناء النادي ومحبين للنادي سوهاج الرياضي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل المشوار ان شاء الله ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. كابتن ديان، انت ابن نادي سوهاج؟ ابن النادي سوهاج. ابن النادي لسه راجع من السعوديه؟ راجع من السعوديه، نادي الجبلين بحايل، ورجعنا امبارح والنهارده تولينا المسؤوليه ان شاء الله نادي سوهاج الرياضي. يعني انت راجع امبارح وتوليت المسؤوليه النهارده؟ النهارده الحمد لله. يعني كان في اتصالات كانت شغاله وانت في السعوديه بقى؟ هو كان في اتصالات من يومين من مع رئيس النادي الباشمهندس محمد علي ربيع من نادي السعوديه، وانا طلبت من النادي عندي هناك ناس محترمين، قلت لهم ده النادي بتاعي في مصر هيطالبني، وناس برضه ادوني اجازه وقالوا ربنا يوفقك ان شاء الله. اجازه ولا فسخت العقد؟ ويعني هي تعتبر انت لازم هناك في نظام المملكه هناك ان انت لازم تقدم استقالتك عشان خاطر عشان ما تطالبش النادي باي مستحقات، تفسخ العقد يعني بناء على يعني مش اجازه يا كوتش يعني. لا يعني ان شاء الله مكملين مع نادي سوهاج ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله، ربنا يكرمك كابتن ديان ان شاء الله وموفق. نادي جماهيري ونادي كبير يستحق انك انت تقدم معاهم بشكل جيد باذن الله الفتره اللي جايه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ديان الزعيم المدير الفني الجديد لنادي سوهاج.